بعدما أذاع صيت الأغنية المغربية في العالم العربي وأصبحت من أهم الألوان الرائجة للفن بسبب انطلاق العديد من الفنانين المغاربة الشباب. أطلق الفنانة أمينة التمري المعروف بأمينة وكس الفيديو كليب لأغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان لنجيبو، وهي مزيج بين الإيقاع الشرقي والغربي وتحمل البصمة المغربية بين صياد كلماتها، وقد لاقت استحسان الجمهور ونسبة مشاهدة عالية تخطت 5 ملايين على اليوتيوب. مزيد ينضم إلينا في الاستوديو الفنان المغربي أمين التمري الملقب بأمين وكس. تبارك الله، 5 ملايين تقريبا، 6 في وان ويك، في أسبوع واحد 6 ملايين، ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك فيك. يعني إيش أمين وكس؟ اولا شكرا على الاستضافه في القناه العربيه، وشكرا لكم على هذا الصباح الحلو والزوين. بالنسبه لي يعني ان الاغنيه تحقق نسبه مشاهده، خصوصا ان ستيل از يوربان، يعني يوربان ستيل، يعني شيء مو بوبيلر، يعني بالنسبه لي هذا فخر، ويدل على ان يعني العالم العربي او الموسيقى في المغرب منفتحه على جميع الاصعده اليوم. طيب برضو ما جاوبتناش خالص عن أمين أكس، إيه هو السبب؟ يعني إحنا باللغة ليش أمين أكس؟ ليش مش أمين؟ عشان هو الاسم أمين أمينوكس، بس هذا اسم دلع، يعني كانوا بيدلعوني بالمدرسة. نيك نيم. نيك نيم. الوالد ما بيزعلش منك لما ما بيقولوا لك أمينوكس؟ لا، ما كيزعلش أصلا. الوالدة والوالد هم اللي كيعيطوا لي أمينوكس دائما. لما يكلموني على التليفون كيقولوا لي أمينوكس، ما يقولوليش أمين. يعني هو زي شيء زعما ديال الدلع، وأنا خديته، يعني خديت الاسم ديالي خليته ما بدلتوش فوالا. طيب وين راح الشعر؟ شعر راح، راح الكليب. طيب أمين وكس، خليني أنا أسألك، بأنه يعني اليوم أنت قلت هذا الستايل الأوروبي، ستايل هذه الأغنية، فبالتالي هل هذا الستايل اللي يقبل عليه الشباب في المغرب العربي وحتى في المشرق؟ سبب زيارتك إلى دبي، أسئلة كثيرة جاوبنا عليها. بالنسبة لي يعني هذا الستايل في الأول كان لقى معارضة كبيرة، يعني من طرف يعني الجيل السابق أو الناس اللي ربما ما يفهموش، هما مش يكرهوه ولكن ما يفهموش هذا الستايل. لكن من بعد سنة وكل مرة هيت والناس ابتدوا يفهموا هذا الشيء، وبداو تيغنيوا داك الشيء اللي تندير. يعني الموسيقى اللي كنت كنعمل في الأول كانت يوربان، لكن من بعد أصبحت شعبية، يعني ولا يغنيها الشعب لما 6 مليون أو 5 مليون يسمعوها، هذا يدل أن الموسيقى أصبح لها جمهور. طيب خلي اللي الناس اللي ما يحبوا هذا اللون نسمعهم هذا اللون بزيادة. مرة ثانية يلا. شو راح تسمعنا؟ أي أغنية؟ يمكن من ضمن الأغنيات اللي حققت نجاح برضو أغانيك ماشي بحالهم، خلينا نسمع ماشي بحالهم، تعني أنت مش زيهم. أوكي نسمع، أكيد نفهم الدرجة شوية. يلا. الناس ماشي كيف الناس، فيهم مذهب فيهم انحاس، احنا يا ما همناش كلامهم، هادو يمنا ماشي يامهم، حاس باللي الناس ما حاملناش وما كاين باس، هادي حياتنا ماشي حياتهم، ربي حاسبنا وما مالهم، هو حبك موتيفيشن كيحرك سنسيشن، بيبي على هادو ريليشن، انا ندير قاع ريفيليشن، حيت انتي ماشي بحالهم، انتي ماشي بحالهم، انتي ماشي بحالهم، my baby girl، انتي ماشي بحالهم، انتي ماشي بحالهم، انتي ماشي بحالهم، my baby girl، هاي كبيدة انتي ماشي بحالهم، هدو داي داي ماشي بحالهم، عمر انتي ماشي بحالهم، وها را هاي ماشي في حالهم. هذه داي داي بتستهلني الكلمه ديت. يلا يعني هذا داي داي، يعني كلمه حاروا فيها في المغرب ونحن فيها الان بدبي. هذه الكلمه يعني تستخدم مثل ليزون، يعني مثل شيء يربط بين الجمله الاولى والجمله الثانيه، يعني بعض كلمات مثل تيرارا، يعني وبالموشحات لازمة، يعني هي لازمة يعني تكمل بها اللازمه، يعني زي الموشحات بس علقت مع الناس. يعني انت فهمتها؟ انت لو ما فهمتها ما فهمتها. انا بس بفهم فرنسي. هذا داي داي اذا هذا. خليني انا نسالك، انه الراي حتى في المغرب كان في معارضه شديده. نعم. الان انت مش الراي، انت زدت عليه الفرانكو عرب. انجاز التعبير.
يعني بالنسبه يعني للراي فعلا في الاول كان محظور، يعني ما تقدر تسمع الراي قدام العائله، لانه الكلمه تكون بسيطه، تكون كلمه اللي هي قريبه للشعب. طيب. من بعد احنا يعني في المغرب سوينا هذا الستيل هذا، يعني اللي هو لايك بوب موروكان بوب، لما تسمع الايقاع تقول هذا ايقاع عالمي، لكن لما تسمع الكلام هو بالدارجه باللهجه 100%. المغربيه. طب خليني اسالك، انت بدات من 2007 لغايه دلوقتي انت مستمر، الانتقادات اللي انت بتواجهها كل ده، هل ممكن في الفتره الجايه تشتغل في الوطن العربي، توصل للجمهور بشكل مختلف، تغني لهجات مختلفه، تواجه كل الانتقادات اللي بتواجهها؟ اوكي، بالنسبه للانتقادات هي كانت في الاول، لكن من بعد مع سياسه المغرب اللي تدعم الشباب، يعني في المغرب الموسيقى مدعومه بشكل كبير، ويعني اي واحد عنده تالنت يعني البلد تدعمه، والناس يعني بيحبوا الفن، الناس في المغرب بيحبوا الموسيقى، بس لما ما تفهمش الحاجه في الاول بيكون سوء فهم مش انتقاد. فبالنسبه لي انا الالبوم القادم ان شاء الله راح يكون موجه للعالم العربي، وراح يكون بطريقه عالميه ان شاء الله. حتغني خليجي؟ ححاول اغني بهذا الستايل، يعني احافظ على نفسي بلهجه بيضاء. طيب. وفي تعامل مع رضوان ان شاء الله اللي هو هو مغربي. البوم كامل؟ نعم البوم ان شاء الله حيتوجه للعالم العربي بعد رمضان. الان ايش راح تسمعنا؟ ايش راح تسمعنا؟ اللي تحبي كما تحب. اوكي نسمع انا وياك من الغنية. انا وياك بتحبي انا وياك؟ يلا. انا وياك is my first hit. Yeah. Was my first hit. اوكي. I forget. اوكي. No, it's okay. حبيبه ديالي يلاه ركبه حدايا، غندي ماري غنكسيري غنديك معايا، غنمشي وفلق بعيده، غنمشي ونعيش حياه جديده، شعرك يدي الهوا وانتي قدامي، الضحكه ديالك كتنسيني همومي يامي، مزيكا سلو كنبوس يدك لحنينه، نجوم الليل في السما فرحانه بينا، خلينا مورانا همومنا ومشينا، هموم البارح صافي نسينا، كلامك يهرس الليل وسكاتو تحت السما الكبير، انا وياك غادي نباتو، مكرهتش الليل طوال ونبقاو ماشيين تحت سمانا حنايا ساطمين، مسافر ما باغي والو غير انتيا، خليك في حضني حبك بارك عليا، غنمشي بلاد بعيده نبداو حياه جديده، انا وياك انا انا وياك انا انا وياك انا انا وياك. صح. احنا نقول لكم شكرا، شكرا لك امين، شكرا لكم، وشكرا لكم ايضا. الى اللقاء يا امان الله في الغد.